انت اخذت حصتك من الورثه مثلي مثلك، جاي بعد اقل من سنه من موتة ابوك الله يرحمه تقول لي انك فلست وما معك مصاري؟ انا ما عم صدق اللي عم بسمعه. اخي واحد من اكبر تجار الشام عم بيعيرني لانه فلست؟ ما انا تعلمت منك انه التجاره فيها ربح وخساره؟ لانك مهمل ولانك مستهتر. لو ما كنت هيك ما كنت خسرت ورثة أبوك بظرف سنة. مشان هيك أنا ما دخلني؟ روح روح قلع شوكك بإيدك، أنا مالي علاقة. روح يا حيف، يا حيف عليك يا أخي، يا ابن أمي وأبي. تذكر هذا اليوم، تذكر إنه أخوك إجا ودق باب بيتك وهو بأمس الحاجة لإلك. تذكر إنك أنت قلعته، قلعته وهو مكسور الخاطر. يا حيف مرحبا عمو، بتعرف لي ديوان المختار وين بالله؟ بآخر الحارة. كأنك مو على بعضك يا ابني، كأنه صاير معك شي مصيبة لا سمح الله، بقدر ساعدك؟ أخي أكبر تاجر قماش بالسوق كيلو وقلعني وأنا ما معي ولا فرنك. قلعني مثل ما بيقلع كلب جعاري ولا صاي، وأنا قاعد هون عم فكر من وين بدي اشتغل ومن وين بدي لاقي حق الأكل، لأنه أنا على الحديد عمي. يا سبحان الله، يا سبحان الله، إني أخاف يوما عبوسا. سبحان الله، عم دور أنا على شقي. أنا رايح لعند المختار مشان يسعاني بشغيل آدم، صدف قام الله بعت لي إياك. هات إيدك عمي، هات هات إيدك لساعدك. يا رب. صلات محمد، عم تحكي عن جد؟ أنا جاهز، أنا جاهز أستلم لك المحل من بابه لمحرابه. والله أنا بعجبك، أنا أمين وشغيل وحربوق وبالذوق. بعدين أخي، أخي أهم تاجر بكل الشام، عادل صار، يعني هذا الشيء ما بيخليك تأمن فيني؟ لك والنعم منك ومن أخوك، سمعتكم دهب بالسوق، معروف عنكم بإنكم أخلاق وشرف وشهامة، وأنا بجربني إنه أنت تشتغل معي. شو الاسم الكريم؟ يامن، يامن صار. ومحسوبك أفسالي. شوف يا أبني، بدي إياك تثبت حالك بالسوق، وبدي اياك تخلي اخوك يثق فيك ويعرف انك رجال، ويندم كثير لانه خسران. وانت قلت عمي، وانت قلت عمي ابو سالم، انا راح احفر بالصخر كرمال واقف على رجلي، وكرمال ورجيه لاخي انه انا رجال من ظهر رجال، وانه بينوثق فيني، وخليه يندم على الساعه اللي قلعني فيها. لك يقبلني اللي خلقك، هذا اللي بدي اياه. شرف عمي، شرف معي. شرف. اسمعني زعفير. مور معلم. متذكر المحل اللي بعتك لعنده الجمعة الماضية؟ شلون لك ها؟ بتروح لعنده هلا وبتشتري كل شيء بضاعة ماش عنده بالمحل. ايوه. ايه امرك. بس حسك عينك ها، اوعك يعرف انه الي. اعوذ بالله، شو هالحكي؟ ما تاكلها. يلا توكل على الله. يلا السلام عليكم. بروح الله معك. شو اخبار الشغل بالصالحية يا كامل؟ على كيف كيفك معلم، مثل ما بدك واحسن من فضل الله. طيب بتروح لعند نفس الزلمه اللي راح لعنده الظافر، ما راح تلاقي عنده قماش بالمحل.
بتشتري كل شي بضاعة عنده بالمستودعات، ما بتخلي له قطعة قماش وحدة. عدم مؤاخذة معلم، بس مستودعاتنا ملانة من فضل الله. شبنا اسمعي اللي عم لك عليه وبس. أمرك معلم، أمرك. يلا توكل على الله. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر يا يامن، الله أكبر. لك شو هالشغل؟ ما عم نلحق الشغل. لك أنت كنز، أنت كنز حقيقي. ألف حمد وشكر عمي، ألف حمد وشكر. بعد ما كان كل أبواب السماء مسكرة بوشي، طلعت لي أنت وكأنك ملاك نازل في السماء، مشان تطالعني من الضياع اللي كنت عايش فيه. أنا كنت الصغير واللي تدلل. صحيح أنك تروح مع أخي على السوق وشوف التجار وتعامل معهم، بس أنا ولا مرة حملت مسؤولية. هيك لطلعتي الورثة من أبي الله يرحم ترابه، أخذت الورثة صرت أشتغل لحالي. ما بخبي عليك إنه عم خبص، لأنه أنا ما كنت بعرف أصول الشغل، وشوي شوي بلشت أخسر. هيك لخسرت كل مصاري، وأخي تركني بنص الطريق أندبوري وشحاد ما معي أكل. بس أنا هلأ صرت واحد جديد، رجال بيقدر يعتمد على حاله ويتحمل مسؤولية، وبيقدر يطالع لمته بعرق جبينه. لك أنت رجال ومن ظهر رجال، رجال أبضاي، بس كان لازمك شوية قسوة مشان تطلع هالجوهرة الكامنة فيك، بحيث تصير أقوى من أخوك بالسوق بمليون مرة. هو هيك عمي، هو هيك. ألف حمد وشكر. خير عمي، شوفي اليوم عم يقولوا في انتخاب لزعيم الحارة، وعم يقولوا كمان انه اخوك من اقوى المرشحين للزعامة. شو رايك نروح نحضر الانتخابات؟ ايه شو عليه؟ نحضر. لك بري على اصلك، لك بري على اصلك. عمي عادل، نحن ثقتنا فيك كبيرة كتير، وبعد المشاورات قررنا انه انت احسن واحد لتكون زعيم الحارة. الله يعزك يا مختار، انا اللي بتشرف بها الحكي. لا تتسرع يا مختار. لا تبت بالموضوع قبل ما تعرف مين هذا المعلم عادل اللي واقف قدامك. يا مين ليش هيك عم تحكي؟ شو القصة؟ هذا المعلم الشهم الأبضاي اللي بيساعد الكبير والصغير والغني والفقير. قلع أخوه من قدام باب بيته، تركه ما معه ولا متليك، تركني رح موت من الجوع. هذا الشهم والأبضاي اللي معه مال ومالكانات وذهب وأراضي ما بيعرف فيها غير رب العالمين، بخل على أخوه، أخوه الوحيد. بقى شو يا مختار؟ لساتك شايفه شهمه وبضاي؟ لساتك شايفه الرجال اللي ما في منه اثنين بالشام كلها؟ شو هالحكي اللي عم بسمعه يا عادل؟ احكي، بحق لك تدافع عن حالك، قول. يا جماعة الخير، أنا هلأ رح أحكي لكم القصة. أخي يامن أخذت ورثته من أبي مثلي مثله، راح وصرفها. بتعرفوا ليش صرفها؟ لأنه عديم المسؤولية ولأنه متكل علي بكل شيء. إيه مزبوط، إجا لعندي على بيتي وطلب مني مصاري وأنا رديته خايب. بس لما شفته مكسور الخاطر بعت له شغيلي أبو سالم، راح تحركش فيه وشغله عنده. وصلت كل يوم والتاني تبعت له شغيلتي يشتروا من عنده، يعني أنا البايع وأنا الشاري. بس هيك صار عنده ثقة بنفسه.
وتعلم شو يعني تجارة، وتعلم شو يعني يحمل مسؤولية، وشو يعني تعب، وشو يعني جهد، وشو يعني عرق جبين. أنا يا أخي لو أعطيتك المصاري ودقيت باب بيتي كنت رح تصرفهم، وكنت ما رح تتقدم ولا خطوة. أما هلأ صرت زلمي أبضاي وزقرتي، وصار ينشد الظهر فيك. لما أنت بتكون قوي أنا بكون قوي، بس بدك تكون قد إنك تشيل حمل الحياة، لأن الحياة صعبة يا أخي. لازم يكون كتفك على كتفي، لأنك أخي ومسند ظهري، لأنك من لحمي ودمي، والدم ما بصير مي. الله حيوا البضايات. الله لا يفرق بيناتكم يا الله.